مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم لرمضان وجبتين بجوانح وصدر دجاج. أول شي بدنا نبلش بطريقة الجوانح. وجبتين سهلين وسريعين وكتير رائعين. بحط فلفل أسود، حطيت حوالي ملعقة صغيرة فلفل أسود، دبس الرمان، ملح، زيت نباتي. بخلطهم منيح مع بعض. هلا بحطهم بالصينية. كمان بحطهم بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. بعد ما حطيت الجوانح بالفرن رح أحط هول الخضرة كمان، بصل وبطاطا وبروكلي، قرنبيط، حطينا بهار، فلفل أسود، كمان رشة ملح صغيرة. بغطيهم بالسميتة قبل. بحطهم بالفرن. هلا بدنا نعمل طريقة صدر دجاج. بحط ملعقتين طعم لبن، ملعقة صغيرة شراب، بحط فلفل أسود، حوالي نص ملعقة صغيرة ملح، زيت نباتي حوالي ملعقتين طعام زيت نباتي، كمان بهار الباربيكيو، حطيت حوالي ملعقة طعام ونص بهار الباربيكيو. خلطهم منيح مع بعض. كمان رح حط ملعقة طعام حامض، عصير حامض، ملعقتين طعام خل. كمان بخلطهم. تتبيلة كتير طيبة ومختلفة. هيدا صدر دجاج رح اعمله انا وياكم على الغاز بالمقلي. بحط زيت زيتون بالمقلي. كمان قبل ما نبلش قلي بدي اعمل هيدولي، بدي قص صدر دجاج شوي بهيدا الشكل، شايفين كيف، وبحطهم بالخلطة اللي عملناها مع بعض. نفس الشي بالخلطة، كمان بخلطهم منيح. على فكرة فينا ننقعن بالجات حوالي ساعة، وكمان فينا دغري مباشر بقليون على الغاز، ما في أي مشكلة. بحطهم بالمقلاي. بعد ما حطيتهم على الغاز بغطي المقلاية وحررت الغاز مش على الأخير. مثلا الغاز عندي درجة 6، أنا حطيته درجة 5. هلا بدي أقلب صدر دجاج
شفت الخلطة منه بالمشاكل. كمان برجع بغطيه هون وبتركهم بعد حوالي 20 دقيقة. هلأ بدنا نشوف كيف صار صدر الدجاج عنا. واو صار كثير كثير رائع. هيدا الشكل. هلا منطفي الغاز. هولي صدر الدجاج بعد ما حطيتهم بالفرن نص ساعة. هلا بدنا نكفي مع بعض الخلطة اللي لقلهم. رح حط عليهم باربيكيو صوص. بدهنهم بالفرشاي لأتأكد انه الجناح عليه كله باربيكيو صوص. وهلا بدي رش عليهم سمسم. كمان برجع بحطهم بالفرن حوالي ربع ساعة. هول الجوانح بعد ما طلعوا من الفرن. وهيدي الخضرة كمان. هيدي الخضرة بعد ما شلت عنا السنيطة رح حطها بس حرارة بالفرن من الأعلى لتاخد لون الشوي. هول الوجبتين اللي عملتهم أنا وياكم. صدر دجاج وجوانح بالفرن وخضرة. هلأ أنا عملت كمية قليلة. يلي بحب أكتر بضاعف الكمية. وعجنبهم منحط جريفي على الخضرة. هيدا الصوص بتلاقوه بالسوبر ماركت. بتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو. وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.